الجراحه العامه والمناظير واستشاري امراض الشرج والمستقيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم سريعا عن بعض الفروقات الاساسيه اللي بتفرق بين البواسير الشرجيه والناسور الشرجي والشرخ الشرجي. هنتكلم في حاجه او اتنين العيان ان شاء الله من خلالهم يبدا يعرف يتعرف على المشكله اللي عنده. لو خدنا مثلا الالم، الالم في الشرج بيكون اكتر جدا في الشرخ الشرجي، يعني في الغالب الالم بيكون مع الشرخ الشرجي. احيانا بيجي في البواسير بنسبه معينه لو حصل فيها مضاعفات، واحيانا بيجي في الناسور الشرجي لو حصل فيه مضاعفات زي الخراج والكلام. لكن عموما كلام عام ان الالم بيكون اساسا في الشرخ الشرجي. لو مسكنا الدم، الدم اللي بيكون في الغالب بيكون في البواسير الشرجيه، بيكون في بنسبه صغيره او بقطرات صغيره في الشرخ الشرجي، وفي الغالب مش بيكون موجود في الناسور الشرجي. الافرازات غير الحمام، غير افرازات الحمام والكلام ده، بتكون في الغالب موجوده في الناسور الشرجي وبنسب بسيطه جدا في الشرخ الشرجي في البواسير الشرجيه مع المضاعفات طبعا اللي حصلت فيهم. فبسهوله كده نتعرف سريعا على المشكله اللي في الشرج من خلال ثلاث علامات مهمه: الالم والدم والافرازات ذات الرائحه الكريهه. الالم قلنا في الغالب بيكون مع الشرخ الشرجي، الدم في الغالب بيكون مع البواسير الشرجيه، الافرازات ذات الرائحه الكريهه بتكون في الغالب مع الناسور الشرجي. واتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.